إذن مشاهدو قناة شوف دابا، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. ففي هذه الأثناء حادثة سير خطيرة جدا الإخوان، رموك تقلب وشعلات فيه العافية وتسبب في كارثة الإخوان. شوفوا شنو واقع، حادثة سير خطيرة بمدينة الدار البيضاء في لوطوروت اللي كتخرج الهراويين. عناصر الوقاية المدنية بادلين مجهودات كبيرة من اجل اخماد الحريق. الله يدير شي تاويل ديال الخير. شنو واقع الاخوان، شوفوا شنو واقع الاخوان، خطوره كبيره على مستعملي الطريق. نتمنوا على ان ما تكونش شي خسائر بشريه. شوفوا الطوموبيل كيفاش ولات مع هذا الكاميون ديال اومو، شوفوا كيفاش ولات الاخوان. حادثه سير خطيره جدا هنا بمدينه الدار البيضاء، بالضبط من طريق السيار ديال الهراويين. شوفوا شنو واقع الاخوان، شوفوا الطوموبيل كيفاش ولات، يعني قبل عيد الاضحى. حادثه سير خطيره جدا وقعت في طريق السيار. نتمنوا السلامه للجميع والله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا الطوموبيل كيفاش ولات، الطوموبيل مشات مع هاد الشاحنه ديال اومو، وشوفوا الشاحنه الاخرى اللي شعلات فيها العافيه. غادي نحاول نقربكم الاخوان من تفاصيل هاد الواقعه اللي وقعت هنا في طريق السيار اللي كتخرج للهراويين. غادي نحاول نقربكم، شوفوا شنو واقع. رجال الدرك الملكي بادلين مجهود كبير من اجل السيطره على هاد الحريق والناس اللي كيتواجدوا هنا، لان صعيب باش تجر حركه السير والجولان وتكون عندك حادثه سير بحال هكا. فمجهودات كبيره كيبذلوا لها هما العناصر الوقايه المدنيه. شوفوا شنو واقع الاخوان هنا في طريق السيار اللي كتخرج الهراوي. شوفوا المجهودات الكبيره اللي كيبذلوها عناصر الوقاية المدنية. رموا كامل الإخوان، شوفوا كيفاش ولا الطوموبيلات فين ولاو، كسيدة خيبة بزاف قبل عيد الأضحى. شوفوا شنو واقع الإخوان، شوفوا شنو واقع الإخوان، رموا كيفاش ولا، شوفوا معايا رموا كيفاش ولا، شوفوا معايا رموا كيفاش ولا الإخوان هنا بمدينة الدار البيضاء. طريق السيار اللي كتخرج الهراويين، يعني لوطوروت الكبيرة اللي كتخرج الهراويين، كسيدة خايبة خوتي في الأثناء. حادثة سير خطيرة جدا هنا بمدينة مولاي. السلام عليكم، شفتي في الراي؟ شفتي في حادثة سير خطيرة جدا هنا بطريق السيار اللي كتأدي الهراويين. شوفوا معايا الرموك كيفاش ولا، الطوموبيلات كيفاش ولاو. الله يدير شي تاوي ديال الخير، الله يعوض صاحب هاد الشاحنة، الله يعوضه خير ان شاء الله، الله يعوض الناس ديال ديك الطوموبيل، الله يعوضهم. ما كاينش شي موت اخويا؟ لا كاين شي موت. شنو وقع اخويا بالضبط؟ الله يحفظك. هادي ديال المازوط. واه، واش هي اللي دخلت في الطوموبيل ولا الطوموبيل دخلت فيها؟ هو تقلب وقع على الطوموبيل مع الكاميرا. العايبه ديال البرج، العايبه قلبها ضرب لي الريزرفوار، طلع من فوق. هذا اللي طاحت لي الريزرفوار والاخر دخل فيها وتقلب، الاول الكاميو. شوفوا معايا عناصر الوقايه المدنيه كيفاش ولاو الاخوان كيحاولوا على انهم يطفيو هذا الحريق. هذه سيسيرنا ديال المازوط، تقلب هذا الكاميو، تقلب هذا الكاميو، وفاش تقلب الطوموبيل دخلات في شي لعيبه ديال هذا الكاميو اللي طاحت، ومن موراها دخلات في هذاك الكاميو اللي كاين. فالله يدير شي تاويل ديال الخير، نطلبوا السلامه للجميع. وشكرون عناصر الوقاية المدنية على المجهودات اللي قاموا بها، يعني من أجل إخماد هذا الحريق.
الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوفوا معايا هاد السيسيرنا ديال المازوط كيفاش ولات، السيسيرنا ديال المازوط كيفاش ولات الاخوان. شوفوا معايا هاد السيسيرنا ديال المازوط كيفاش ولات. يعني حسب السيد اللي كان حاضر هنا قال لك بان هاد الكاميو تقلب، اللي هاز المازوط تقلب وطاحت ليه شي حاجه ديال من ريزرفوار، دخلت فيها هذيك الطوموبيل وديك الطوموبيل دخلت داك الكاميو، حسب السيد اللي كان هنا واللي قال لنا شنو وقع. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. برافو 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 لهاد العناصر على المجهودات اللي كيقوموا بها. برافو 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 برافو، الله يخرج سربيسهم على خير.